يصل إلى ما يسمى بالموكرة، لتبدأ بعدها الحلقات الأكثر رعبا عندما يبدأ بالزحف إلى الداخل طالبا من مساعديه إغلاق باب الوكر بالحجارة فور دخوله، وذلك خوفا من هروب الضبع. سال انا احنا سكرنا عليه هيك هو فات جوا الساب عمليه انه شو جوا بساوي بربط الضبع وبلجمه وبس يطلع الصوت تاعه انه افتحوا لي الباب افتحوا لي الباب نفتحوا الباب ونطلع الضبع من زمان الضبع ضل سهلين هاي الضبع طلع دير بالك ما عليك دير بالك يا اخوي دير بالك توكل على الله شوي شوي بعد الذكر شاي اما راح يحصل عليه ان شاء الله كل يوم لان النفس بالمنطق بلك هدا طبعا لو معانا شويه مي معاك شويه مي يسقي هات لي قزازه المي هات لي قزازه المي هات لي قزازه المي عطشان قد ما عصى لحاله هاجي لانه هاي شاي عطشان طبعا اوقف هذا عطشان طبعا بسقيهن انا بطعمهن بروضهن وبرقيهن عطشان شايف هذا اذا كانت له العطش كيف عاد عن الجوع وما أن ينتهي راضي من مهمته حتى يقوم باستهلال خطوات الترويض ومن ثم اصطحابه إلى منزله حيث يعد مكانا مخصصا لفرائسه من الضباع. هذا جديد خلاص